بالنسبه لولايه طمراس تذخر بكثير من المواد الطبيعيه وخاصه المنجميه والمعدنيه على مستوى ولايه طمراس. ان طمراس تستطيع ان تكون يعني من الولايات تصدير في المواد المنجميه، وخاصه على غرار الولايات الاخرى التي تختص في الفلاحه، بعضها تختص في الصناعه، وبعضها تختص في الزراعه، فيها بعض في بعض المستثمرين اللي وضعوا الملف تاعهم، وبعض المستثمرين اللي انطلقوا فئه قليله. ولكن هذه المستثمرين يحتاجوا اولا الى ثلاث عناصر. العنصر الاول هو لابد ان يكون الطريق، وخاصه جانب سكه حديديه، وايضا سواء يعني الخط البري او الخط الجوي. ونركز لان المنجمي اذا لم يكن هناك سكه حديديه لا نستطيع ان نتحدث عن استخراج المنجم. ثانيا ما يسمى بالكهرباء الصناعيه، ايضا لابد ان تكون اكثر من 85 واط بس حتى نقوم بالصناعه المنجميه. ثالثا هي الماء، يعني الماء الصناعي لابد ان يكون هناك موفر حتى نستطيع ان تكون هناك هذه العوامل الاساسيه. العوامل يعني اللي تدعم هذا المجال هي البنوك، وليس فقط البنوك العموميه وايضا البنوك القطاع الخاص. يعني البنوك القطاع الخاص غير موجوده في ولايه طمراست، لا يوجد فيها قطاع خاص، يعني بنك قطاع خاص. وبالتالي من خلال يعني هذا اللقاء اللي اجتمعنا مع السيد كريم مولا رئيس مجلس التجهيز الاقتصادي، نتمنى ان كل بنوك القطاع الخاص وخاصه اللي تعمل بالمعاملات الاسلاميه ان يتوجهوا الى ولايه طمراس، ابواب مفتوحه. منتوجات جزائريه يعني في السابق كانت عندنا حسب ما اشار اليه رئيس الفيدراليه للتصدير ان موجود اكثر من 1000 مؤسسة إنتاجية حاملة إيزو تستطيع أن تصدر نحو إفريقيا، وبالتالي لدينا فرصة كبيرة من ناحية التصدير، وأيضا لدينا فرصة كبيرة من ناحية الإنتاج واستغلال المنجمي، وأيضا يعني نقضي على البطالة على مستوى، وليس فقط تخفيض البطالة وإنما نقضي على البطالة على مستوى ولاية طمراس. ولكن لابد من مرافقة والتسهيل وأيضا متابعة من خلال السلطات المحلية والسلطات العليا للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. السلطات في بعض الأحيان ممكن تكون مش واصلتها الصورة بشكل واضح، فمجلس السكرية جاي يوضح هذه الأمور ويأخذ كل انشغالاتهم إن شاء الله من أجل تطوير التصنيع في الجزائر، من أجل تنقيص فاتورة الاستيراد في الجزائر، من أجل تخفيف كلفة الشرائية على المواطن. من إذا زاد عنا التصنيع إذا في إمكانية نعطي أسعار جيدة ومناسبة، في نفس الوقت في عنا قدرة للتصدير. احنا طرحنا هذا الشيء في الجزائر بحكم الجزائر عندها تمتلك عدة عوامل رئيسية في نجاح أي استثمار. الشيء الأساسي هو العمالة الجزائرية، في عنا العمالة الجزائرية والكلفة يعني تتناسب مع المستثمرين بينهم، يخرج عندهم كلفة تتناسب مع السوق الخارجي. المطلوب من طرفنا أو من طرف المسؤولين يوضع لجان مختصة للاستماع لمشاكل الصناعيين من أجل حلها في أسرع وقت ممكن، لأنه الأمر الآن فرصة سانحة بحكم الجزائر الآن على المستوى الدولي رجعت إلى مكانتها الحقيقية، المكانة التي من المفروض كانت أن تكون بها، وبالتالي هذه الظروف كلها ستساعد على خلق جو للاستثمار بالجزائر مش موجود في أي منطقة أخرى. وإحنا كشركة ناجحين والحمد لله، وقمنا بعملية التصدير لبعض الدول وعندنا وكلاء في خارج انطلاقا من الجزائر، والجزائر تستطيع أن تنجح فيها بكل سهولة بإذن الله. وأنا يعني بشجع كل المستثمرين أنه يجوا يستثمروا في الجزائر بحكم إحنا ناجحين، وهنا في أرض الواقع أي إنسان بإمكانه يزورنا وبإمكانه يشوف هذه النجاحات وين وصلنا. اليوم كان فيه يعني لقاء مع متعاملين اقتصاديين تاع المنطقة، لقاء هام اللي كان فيه تبادل نقاش، وتكلمنا معهم في يعني شفنا المشاكل اللي راهم يتخبطوا فيهم أصحاب الشركات والتجار، وكذلك يعني اليوم وكذلك بطلب من المتعاملين الاقتصاديين تاع المنطقة سوف يكون يعني نفتحوا على شهر إن شاء الله مكتب وكان بيرو ريجيونال تاع لوكايا تاع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، باش تكون فيه يعني مرافقة ميدانية للمتعاملين الاقتصاديين
وكذلك يعني شفت اليوم أن يعني الخيرات الكبيرة اللي كان في تمن رست، ولكن مالوروزمون يعني الاكسبلوطاسيون تاعهم مازالهم ضئيله. كي نشوف لي زوبورتونيتي ديال ميسمون اللي كاينين، دونك اليوم سي بور سا كو اليوم كاينين بعض يعني لوبجيكتيف تاعنا سي دافوار يعني دي بارتنير امبورطون فيغ ان اكومبانيومون استراتيجيك. يعني شفتوا كاينين دي تكنولوجي certainement اللي ما عندناش، واللي هذا دونك اون بو فير ابيل ا دي بارتنير اترونجي، ولكن كذلك يعني في الميدان السياحه، لانه تمن رست هي ولايه يعني سياحيه بامتياز، ولكن كذلك يعني فيه شويه نقائص، وكان شي يعني مشاكل ماهوش مسموعين من عند المتعاملين الاقتصاديين. ولهذا كذلك يعني هذا هو لو رول تاع لوكريا تاع المجلس الاقتصادي، باش يعني يعني لافوا تاعهم يعني الصوت تاعهم تكون ان شاء الله مسموعه، ولكن ما نتكلموش على المشاكل، ولكن فيه يعني حلول. احنا الكريا ما نحبوش يعني نمدوا غير نطرحوا المشاكل، ولكن نحبوا دائما قدام المشاكل يكون فيه حلول تناسب، باش تكون فيه يعني بالنهوض الاقتصادي اللي يكون ان شاء الله بامتياز. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.